بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وطرى قسم أحوال عباده كنا وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه هو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسفل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة بزمرته. أما بعد أيها الإخوة الكرام، اللهم اغفر لكل من جلس، يا رب اغفر لكل من كان جالسا وزوجه زوجة صالحة واقض دينه وارزقه وظيفة لها راتب عالي. اجلسوا يا شباب، قال العيال يجلسوا الله يحفظهم. اجلس. أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا رسول الله كم عدد الرسل؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هم 124,000. فقال له أبو ذر يا رسول الله كم عدد الأنبياء؟ كم عدد الأنبياء؟ قال 124,000. قال كم عدد الرسل الذين أرسلوا إلى الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام هم 315 أو قال 325. هؤلاء الأنبياء أيها الإخوة الكرام ذكر الله تعالى لنا في القرآن أسماء 25 نبيا فقط، أما بقيتهم فإننا نعرف أسماءهم ولا نعرف قصصهم. نقرأ في القرآن اسم اليسع نعرف اسمه ولا نعرف قصته، نقرأ في القرآن اسم الياسين نعرف اسمه ولا نعرف قصته. وهناك في القرآن أنبياء فصل الله تعالى لنا قصصهم. هؤلاء الأنبياء يتنوعون، منهم أنبياء جاءوا بناء على نبوة أنبياء من قبلهم، يعني يرسل الله تعالى مثلا نوح عليه السلام يرسله معه كتاب جديد ويرسله معه شريعة جديدة إلى قومه، ثم بعد وفاة نوح يأتي نبي آخر يقرر نفس الشريعة التي جاء بها نوح. فالنبي الثاني لا يسمى رسول يسمى نبي، لأنه جاء يقرر شريعة النبي من قبله، فهو لا يأتي بكتاب جديد، ما يأتي مثلا بإنجيل بتوراة بقرآن، لا يأتي بنفس الكتاب الذي أنزل به نوح أرسل به نوح عليه السلام وأنزل عليه، فهو يعتبر نبي من بعد نوح عليه السلام. هؤلاء الأنبياء جعلهم الله تعالى على فضائل كبيرة، والله عز وجل هو الذي اختارهم كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي يعني الله يختار من الناس رسلا، ما يحق لأحد يقول ليش الله مختار لرسول، لا، الله عز وجل هو الذي يختار ما يشاء. ويقول الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، يخلق الله تعالى البلدان ويختار مكة يجعلها أفضلها، يخلق الله تعالى المياه ويختار زمزم ليكون أفضلها،
يخلق الله تعالى الليالي ويختار ليلة القدر لتكون أفضلها، يخلق الله تعالى الأيام ليختار يوم النحر، يوم الحج الأكبر، عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة يجعله أفضلها، يخلق الله تعالى البشر فيجعل الأنبياء هم أفضل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولما قالت قريش للنبي عليه الصلاة والسلام اعترضوا وقالوا ليش الله يختار نبيا ينشأ يتيما، لماذا ما اختار واحد له شأن كما قال؟ وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله أهم يقسمون رحمة ربك، هم اللي يختارون أم نحن الذين نختار؟ فالأنبياء لهم مكان، الأنبياء فضل الله تعالى بعضهم على بعض، كما قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. كيف فضلنا بعضهم على بعض؟ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. من الأنبياء من هو أفضل من غيره، فموسى عليه السلام كلمه الله تعالى فهو أفضل من كثير من الرسل غيره، عيسى عليه السلام، محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عليه، فضل الله تعالى بعض الأنبياء على بعض. نحن نؤمن بكل الأنبياء، نؤمن بنبينا محمد، نؤمن بنبينا عيسى، نؤمن بموسى، نؤمن بشعيب، نؤمن بكل الأنبياء، ولا يجوز لأحد أن يقول أنا أؤمن بهذا النبي ولا أؤمن بالنبي الآخر. كلا، يقول الله جل وعلا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم قال الله لا نفرق بين أحد من رسله. ما يجوز لشخص أن يقول أنا أؤمن بهذا النبي ولا أؤمن بالنبي الآخر، لا، بل يجب عليك أن تؤمن بجميع الأنبياء، وتعتقد أن جميع الأنبياء تعبوا مع أقوام في الدعوة وفي الخير، وكان الأنبياء السابقون يبقون مع أقوامهم سنين طويلة جدا. نوح عليه السلام يقول الله تعالى عنه فلبث في قومه ألف سنة إلا 50 عاما، فلبث في قومه يدعوهم 950 سنة، هذا نوح عليه السلام. وكان نوح عليه السلام له أثر في قومه وله وجود، وكان الأنبياء السابقون يلبثون في أقوامهم سنين طويلة، ممكن يلبث في قومه 1000 سنة، 2000 سنة، 3000 سنة، يلبثون في أقوامهم سنين طويلة، حتى إن امرأة من السابقين مات ولد لها صغير فجلست عند رأسه تبكي، فمر بها رجل حكيم قال لها لماذا تبكين؟ قالت أبكي لأن ولدي هذا مات صغيرا ما تمتع بالحياة. وكان السابقون يعيشون 2000 سنة، 3000 سنة، فقال لها كم عمر ولدك لما مات؟ قالت ولدي صغير. قال كم عمره؟ قالت مات وعمره 500 سنة، لكن بالنسبة له يعتبر صغيرا. فقال لها نصفني فإنهم سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. فقالت المرأة والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. فكان السابقون من الأنبياء يعيشون مددا طويلة، وكانوا يتعبون مع أقوامهم، يتعبون في دعوتهم، وجعل الله تعالى هؤلاء الأنبياء يتفاوتون. منهم من جعله الله تعالى نبيا ملكا مثل سليمان عليه السلام، مثل يوسف عليه السلام، كان نبيا لكن كان ملكا في قومه، عنده خدم وعنده حشم وعنده قصر وعنده أرائب وعنده خيول، ولا يتجرأ أحد أن يقول له يا مجنون يا كاهن يا كذاب يا ساحر، ما يتجرأ أحد أن يؤذي يوسف أو يؤذي سليمان لأن عنده حرس. ومن الأنبياء من هم أنبياء لكنهم من عامة الناس، يعيشون كما يعيش بقية الناس، يشبع يوما ويجوع يوما، يعطش يوما ويغوى يوما، ربما آذاه قومه، هذا مثل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومثل موسى، ومثل جمع من الأنبياء. وبعض الأنبياء آتاه الله تعالى قدرات مثل داود عليه السلام، يقول الله جل وعلا عنه يا جبال أوبي معه. كان داود عليه السلام إذا قرأ الزبور، والزبور هو الكتاب المقدس عنده، يعني مثل القرآن بالنسبة لنا، كان إذا قرأ له صوت حسن فكانت الجبال تردد معه. وقال الله تعالى عنه يا جبال أومي معه والطير، ثم قال الله وألنا له الحديد، فكان الحديد يمين مع داود عليه السلام،
يجلس ليصنع أي شيء من الحديد بيده، يثني الحديد كما يشاء، وجعل الله تعالى الحديد لينا بينه. قدر سليمان عليه السلام آتاه الله تعالى من الملك ما لم يؤته أحدا من بعده، فيأمر الريح فتحمله إلى ما يشاء من البلدان، كما قال الله جل وعلا: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. وقال جل وعلا عن الريح: غدوها شهر ورواحها شهر، يعني أن الغدو وهي المسافة التي تقطعها الريح في الغداء من بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، يقطعها الناس في شهر كامل، هذه سرعة الريح. والمسافة التي تقطعها الشمس في الرواح من بعد الظهر إلى المغرب، التي تقطعها الريح ما بين الظهر إلى المغرب، يقطعها الناس في شهر كامل. فكان سليمان عليه السلام إذا أراد ينتقل مثلا من فلسطين إلى اليمن ما يستغرق منه إلا 4 أو 5 ساعات، بينما الناس يستغرق منهم هذا شهرا أو شهرا ونصفا. فآتاه الله تعالى ملكا عظيما سليمان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما فتقدم ثم تأخر، ثم مد يده كأنه أمسك شيئا، ثم التفت إليهم عليه الصلاة والسلام بعد صلاته وقال لهم: إن الشيطان عرض لي في صلاتي معه شعلة من نار أراد أن يحرق بها وجهي، قال: فتقدمت ففدغته، يعني أمسكت الشيطان وخلقته حتى شعرت ببرد لعابه على يدي، قال: فكدت أن أبقيه في يدي ثم أربطه ببعض سوار المسجد حتى يلعب به صبيان أهل المدينة. يقول: لكني تذكرت دعوة أخي سليمان لما دعا سليمان فقال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سخر الله تعالى له الجن. وقد يقول قائل: طيب كيف يكون هذا الجن لما خلقه النبي عليه الصلاة والسلام يطلع منه لعاب، وهم الجن مخلوقين من نار، كيف يعني نار يطلع منه لعاب؟ أصل خلق الجن هو من نار، كما أن أصل خلقنا من طين. لكن أنت الآن لو نقطع أصبعك هل يطلع طين؟ لا. كما أن أصل صنع الزجاج، الزجاج مصنوع أصلا من إيش؟ من الرمل، من تراب. لكن لو تأخذ زجاج الآن وتكسره لا يمكن ترجع التراب مرة ثانية، لأنه بالصناعة وتعريضه للنار تحول إلى شيء آخر، فأصله من تراب لكن الآن تحول إلى زجاج. كذلك الإنسان أصل خلقنا من تراب، من طين، لكن لما خلق الله تعالى ونفخ فينا من روحه تحول هذا الطين إلى شيء آخر. فكذلك الجن، الجن أصل خلقهم من نار، لكن لو ترى الآن جني لن ترى نار تشتعل أمامك، فهو اليوم ليس من نار، هو شيء آخر. لذلك لما خلقه النبي عليه الصلاة والسلام ظهر من هذا الجن، ظهر منه هذا اللعاب، فيقول عليه الصلاة والسلام: كنت أنا أربطه لكني تذكرت لما دعا سليمان عليه السلام وقال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. عندها سخر الله تعالى الجن ولا تسخر لأحد من بعدي. ونودي تجلسون، لأن الناس قاعدين وراكم يشرون يقولون: شيخ ما نشوف. أنا وقفت حتى أرى الجميع، اجلسوا تكفون يا شباب، أرجوك يا ولدي، الله يرحمكم، اجلس شباب، حتى أنت اجلس وشوف، اجلس. السلام عليكم. شباب اللي عندنا العمود، اجلس. اجلس، لا شوف أحد واحد. شباب اللي هناك، اجلس يا ولدي. عليه الطيب، اجلس. ما أبي على خشب من واحد. اجلس. إخواني والدي، اجلس الله يغفر لك. ولدي، اجلس. شباب، أنا طالبكم تجلسوا. الناس يطلبون ماركات، يبيعون تمر، أطلب اجلس. اللي ورا اجلس. اللي واقفين هنا الوجه، اجلسوا جزاكم الله خير. اجلس يا ولدي، نعم انت. اجلسوا شباب، ما عاد تتبعكم واحد واحد يقول اجلسوا. الشباب اللي هنا عندنا عمود اجلسوا. ولا سجل اسماءهم واحد الشرطة ما خلص. اجلسوا جزاكم الله خير. اجلس جزاك الله خير. فالانبياء جعل الله تعالى لهم ملكا، وجعل الله تعالى لهم شجاعة، وجعل الله جل وعلا لهم صفات يعني تتميز عن صفات الناس. وجعل الله تعالى لعيسى عليه السلام ولموسى ولغيره من الانبياء، جعل الله تعالى لهم من الحكم
والقدرات ما يمتن الله تعالى بها علينا. يجب علينا أن نحترم هؤلاء الأنبياء، ولا يجوز أبدا أن نتنقص واحدا منهم. لذلك الله جل وعلا لما ذكر موسى عليه السلام قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ذلك أن قوم من قوم موسى كانوا يغتسلون عورات، وكان بعضهم ينظر إلى عورة بعض. موسى عليه السلام كان حييا، رجل يعني جسمه أقوى من أجسامهم وأجمل من أجسامهم، لكنه لا يريد أن يغتسل عاريا بينهم، فكان يغتسل وحده. عندها بدأ بعضهم مع بعض يتكلمون، يقولون أصلا موسى يغتسل وحده لأن جسمه مشوه ولأنه آثر، وبالتالي يستحي أن يغتسل أمامنا حتى لا نرى العيوب التي في جسمه. فجعل الله تعالى بعضهم ينظر إلى موسى وهو يغتسل يومه، فقال الله جل وعلا لما تأكدوا أن السليم، قال الله تعالى للناس جميعا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، بنو إسرائيل آذوا موسى. يجعل الله تعالى لهم المن والسلوى، والمن هو أطيب الثمار التي تخرج من الأرض، والسلوى أطيب الطير يصيدونه بأيديهم. فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها، يخرج لهم المن والسلوى. يقول: لا نريد بصل وثوم. انظر كيف آذوا موسى بأنواع الإيذاء. يقول لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: تتخذون هزوا تمزح معنا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، كيف أمزح معكم أقول الله يأمركم بكذا مزحا أكذب على الله؟ فلقي موسى عليه السلام من قومه أشد الأذى. ولذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما عرج به إلى السماء لأجل أن يفرض الله تعالى عليه الصلاة، تعدى عليه الصلاة والسلام السماء الأولى والثانية والثالثة، وكان في كل سماء يرى بعض الأنبياء. ففي السماء الرابعة لقي ابني الخالق عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا، فقال: السلام عليكما. قالوا: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم مر في سماء بعدها بإبراهيم عليه السلام وحوله بلدان، فقال: السلام عليك. قال: من؟ قالوا: هذا محمد. قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو محمد بن عبد الله، ثم يسوق النسب حتى يصل إلى إسماعيل بن إبراهيم. فكان إبراهيم هو جد لنبينا عليه الصلاة والسلام، ولما ولد للنبي عليه الصلاة والسلام ولده إبراهيم قال لأصحابه بعد صلاة الفجر كما في البخاري، قال: إنه قد ولد لي الليلة غلام، وإني سميته باسم أبي إبراهيم، يعني باسم جدي إبراهيم عليه السلام. فلقي عليه الصلاة والسلام موسى عليه السلام في السماء السادسة، فقال: السلام عليك. قال: وعليكم السلام، من؟ قال له جبريل: هذا محمد عليه الصلاة والسلام. قال موسى: أوقد أوحي إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة، فرض الله تعالى عليه الصلاة ونزل ومر بموسى، وقد فرض الله عليه 50 صلاة. قال موسى: كم فرض عليك ربك؟ قال: فرض علي 50 صلاة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، لقد بلوت بني إسرائيل قبلك وأوذيت منهم أشد الإذى. فكان بنو إسرائيل هم شديد الأذى لموسى، ولا يزال إلى اليوم النصارى لا يعظمون الأنبياء. تدري كيف مات يحيى وكيف مات زكريا؟ الله عز وجل لما ذكر اليهود والنصارى قال سبحانه وتعالى عنهم: وقتلهم الأنبياء بغير حق. كثير من أنبياء بني إسرائيل ماتوا قتلا بأيديهم، قتلوهم. حتى إن يحيى عليه السلام كان يعيش في عصر ملك من ملوكه، والملك هذا أراد أن يتزوج بنت أخيه، فقام يحيى واعترض، قال: ما يجوز تتزوج بنت أخيك، هذا حرام. فغضبت بنت الأخ وقالت لعمها الملك وهي تريده أن يتزوجها فجوراً وزناً وفحشاً، قالت له: لا أرضى حتى تقتل يحيى وتأتيني برأسه. فأمر فقتل النبي يحيى وجيء برأسه إلى هذه العاهرة. فكانوا بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء ولا يقدرونهم. وإذا تأملت
وجدت أن اليهود اجتمعوا لقتل عيسى عليه السلام حتى رفعه الله تعالى إلى السماء. موسى عليه السلام تكلموا في كل شيء فيه، تكلموا في عقله حتى تكلموا في جسده، وادعوا أن عنده عيون خلقية. فلا نستغرب اليوم أن يتعامل اليوم النصارى مع الأنبياء بأسوأ التعامل، وأن يقعوا في نبينا عليه الصلاة والسلام. بل إنني أذكر أنه قبل أكثر من 15 عاماً كنت مسافراً إلى أحد البلدان، وكان عندنا محاضرات في بعض المراكز الإسلامية. فلما وصلنا في يوم جمعة وإذا الإخوة في هذا البلد، والبلد نصراني وعلم البلد عليه الصليب، فلما وصلنا وإذا الإخوة في هذا البلد المسلمون في هذا المركز الإسلامي يستعدون لعمل مظاهرة. قلت يا جماعة لماذا تتظاهرون؟ فقالوا نتظاهر نصرة لنبي الله عيسى عليه السلام. قلت عجبا، هؤلاء القوم هم الذين يدعون أنهم أتباع عيسى. صحيح نحن نؤمن بعيسى عليه السلام كما نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ونؤمن بكل الأنبياء، لكن هؤلاء هم الذين يقولون نحن نتبع عيسى، فكيف تنتصرون له؟ اشرحوا لي. قالوا إن هناك مسرحية ستقام في يوم الأحد يمثل فيها رجل دور عيسى. هم تعدوا مسألة تمثيل أصحاب عيسى ومن كان مع عيسى، صاروا يمثلون عيسى نفسه. والمشكلة أن الذي يمثل صورة عيسى يلبس لبس امرأة، وقد وضع أنواع المكياج ووضع باروكة، وصورته في الجرائد كإعلان للمسرحية التي تقام من أحد. فكان المسلمون يقولون لي في وقتها، يقولون يا شيخ لا نرضى أن يهان نبي الله عيسى ويصور أنه بهذه الطريقة أنه شاب شاب. فهؤلاء أصلا لا يعظمون الأنبياء ولا يقدرون الأنبياء. ولو جلس طالب أمام مدرسة وسب عيسى أو سب الإنجيل لما تأثر المدرس بذلك أصلا. لذلك حتى كنائسهم لا تكاد أن تجد فيها مصليا. في ألمانيا يا جماعة قبل أكثر من 50 سنة كان عندهم 20,000 كنيسة، عدد سكان ألمانيا 85 مليون. اليوم لا يوجد من هذه الكنائس إلا 7,000 كنيسة، والذي يشتغل شغل كنسي يعني كل أحد فيه صلاة لا يتجاوز 3,000 كنيسة، والـ4,000 الباقية مقفلة لكن تركوها كمتاحف يصور بجانبها السياح. يعني 85 مليون ما عندهم من 3,000 كنيسة. أنتم في الحفر عندكم 600 مسجد، وأنتم عددكم ما يجاوز 700,000. 600 مسجد و90 جامع، وأولئك 85 مليون ما عندهم من 3,000 كنيسة. انظروا للفرق. فلا تستبعد اليوم أن يحقد أولئك على المسلمين، لأنهم يشعرون أن النصارى اليوم ما يتمسكون بدينهم ويهينون أنبياءهم. ولا يوجد نصراني اليوم ابدا على وجه الارض يحفظ الانجيل. هل تصدق؟ اصلا حتى لو اراد ان يحفظ الانجيل ما يدري اي انجيل يحفظ. هم عندهم 4 اناجيل، وكل انجيل يقول انا الانجيل الذي انزله الله على عيسى. فلما يريد احدهم ان يحفظ الانجيل لا يدري اي انجيل يحفظ، لان عندهم 4 اناجيل كل انجيل يختلف عن الاخر. لذلك لا يوجد على وجه الارض اليوم كتاب من الكتب المقدسة إلا هذا القرآن العظيم. ولا يوجد اليوم رجوع لدين وتمسك به كما يوجد من رجوع أهل الإسلام إلى الإسلام ودخول النصارى في الإسلام. ويا جماعة انتشار الإسلام اليوم بقوته يجعل أولئك يحاولون أن يتنقصوا نبينا صلى الله عليه وسلم تنقصا لهذا القرآن وتنقصا لهذا الدين. بل حتى الذين يذهبون اليوم لدعوة المسلمين إلى النصرانية مهما عمل تجد أن المسلم ربما في أدغال أفريقيا وفي بعض الدول التي ينتشر فيها الجهل ربما تنصر ظاهريا، لأنهم يعطونه كيس شعير أو كيس رز ثم بعد ذلك يعود للإسلام مرة أخرى. بل قرأت مرة أن أحد المنصرين ذهب إلى قرية في أفريقيا مسلما ومعه مجموعة من الأطعمة كثيرة جدا لأجل أن يوزعها حتى الناس يتنصرون. فكان الناس يتبعونه على هذا. اختار منهم 60 شخصا
لأجل أن يصبحوا قساوسة، يعطيهم يعني دورة علمية ليصبحوا قساوسة يوزعهم في أفريقيا. ثم اختار من هؤلاء 60-30 هم صفوة الطلاب، وأعطاهم دورة لمدة 6 أشهر. فلما أراد أن يخرجهم لبسهم الألبسة القساوسة، وضع عليهم الصلبان وخلاص قسيس تام 100%، وهو كان مسلما قبل أشهر. ثم جاء قسيس كبير من روما من الفاتيكان حتى يساعد في التخريج يخرجهم. شوف أنت لما يكون عندك مثلا حفل يعني تحفيظ قرآن، حفل بناء مسجد، حفل تحضر شيخا يلقي كلمة مثلا، هم يحضرون قسيس. فجاء القسيس من الفاتيكان من روما، فلما جاء ورأى هؤلاء 30 قسيس جدد أعجب بهم وفرح، وأعجبه أنهم يقرؤون الإنجيل أمامه، فقال لهم: أنا سأحقق لكل واحد منكم أمنية، فتمنوا ماذا تريدون؟ كل واحد سأحقق له أمنية، تمنوا ماذا تريدون؟ تدرون ماذا قال هؤلاء 30؟ رفعوا أيديهم تعالوا يقولون: الحج الحج، مكة مكة مكة، الحج الحج. قال: سبحان الله، احنا الحين صار لنا اشهر نصرتكم ولا يزال قلبك معلقا بالحج ومكه، فاذا هم اصلا يظهرون التنصر من شده الجوع، حتى يصرف لهم رواتبهم ولاولادهم، ولن يستقر في قلوبهم ان الله ثالث ثلاثه. لذلك لا تستغرب لما ياتي اليوم من يتنقص هذا الدين او يتنقص نبينا عليه الصلاه والسلام، وهم اصلا لم يعرفوا اخلاقه عليه الصلاه والسلام، وكان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم قويا في الحق ثابتا ولا يلتفت إلى من يتنقصه. والذي اليوم يتنقص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو كالذي ينظر إلى الشمس ثم يبصق عليها فلا ينبث أن يعود بصاقه على وجهه، ولا يتأثر نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى إلينا لأجل أن نقوم بحقوقه صلى الله عليه وآله وسلم من اتباع والعمل بسنته ومعرفة سنته ومعرفة سيرته عليه الصلاة والسلام. ولا يليق أن يدعي أحد أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم هو لا يعرف سيرته، لا يليق هذا أبدا. وإذا تأملت اليوم وجدت عددا من الناس يدعون محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو تسألهم عن سيرته بأبيه وأمه لما استطاع أن يجيب عليك فيها. وأذكر أني قبل سنوات لما رسمت الدنمارك رسول الله صلى الله عليه وسلم برسومات مسيئة، رسموه عليه الصلاة والسلام بأشكال مضحكة وحوله نساء وكتبوا هذا نبي المسلمين، وثار المسلمون في ذلك الوقت واعترضوا وقامت مظاهرة. فدخلت على طلابي في الجامعة وتكلمت عن هذا الموضوع، ثم قلت: يا شباب، خلوني اختبر معلوماتكم في معرفتكم برسول الله عليه الصلاة والسلام. اعطوني يا شباب اسماء 4 من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فقال واحد من الطلاب: قال الشيخ عائشة. قلت: ممتاز. قال الثاني: خديجة. قلت: ممتاز. قال الثالث: آمنة. قلت: آمنة. قال: آمنة زوجتك. قلت: هذه أمك، الله يخليك أمك، هذه آمنة، هذه أمك وهي زوجتك. ثم توقفت الأيدي. قلت: يا شباب، وين أنتم الآن في الجامعة تدعون محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما لهم الدنمارك إذا ما يعرفونه؟ إذا أنتم يا ابناء إلى التوحيد ما تعرفونه؟ فأذكر والله واحد من الطلبة جالس في الخلف على اليسار كأني أراه الآن رفع يده، قال: دكتور. قلت: نعم. قال: تذكرت واحدة من زوجاتي. قلت: من؟ قال: فاطمة. وإذا هو يظن فاطمة زوجته. فإذا كان المسلمون أنفسهم لا يعرفون أصلا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فهي مشكلة، وهذا تقصير منهم. تقام محاضرات في المساجد عن السيرة، تقام دروس علمية عن السيرة، يقام برامج تلفزيونية عن السيرة، الإنترنت مليء بذلك، لماذا لا يكون لك حق من تعلم سيرة عليه الصلاة والسلام؟ من ذلك ايضا طاعته عليه الصلاه والسلام. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: قرن الله تعالى بين طاعته جل وعلا وطاعه رسوله عليه الصلاه والسلام في اكثر من 30 موضعا في القران، كلها تجد فيها قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله
يطيع الله ورسوله. الذي يطيع الله ويعصي الرسول ما أطاع الله، والذي يطيع الرسول ويعصي الله ما أطاع الله. فقال أطيع الله ورسوله، وفي آية أخرى وأطيع الله وأطيع الرسول، وفي آية ثالثة ومن يطع الله والرسول. يقرن الله تعالى بين اسمه جل وعلا في طاعته وبين اسم نبينا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. من حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم أن نتبع سنته، نتبع سنته. أم حبيبة رضي الله تعالى عنها تقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وهو حديث رواه أوس بن عبادة عن عمسة عن أم حبيبة، والحديث البخاري. تقول أم حبيبة سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. يعني من صلى ركعتين قبل الفجر وأربعة قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء بنى الله له بيتا في الجنة. تقول أم حبيبة فوالله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقول عنبسة اللي روى الحديث عن أم حبيبة والله ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. ويقول أوس بن عبادة يقول ما تركتهن منذ سمعتهن من أرض من عنبسة. كانوا يا جماعة يسمعون الحديث ويطبقون مباشرة. أنت لما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عليكم بصلاة الوتر فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم وإن صلاة الوتر مدركة للداء عن الجسد. طيب أنت ما هو شعورك أن تقرأ هذا الحديث وهو يقول علي يعني افعل، هل أنت تسارع لأن تفعل ذلك؟ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وانظر إلى الاتباع الحقيقي الذي يدلك على الحب. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول كما عند البخاري كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الفجر التفت إلى أصحابه ثم قال لهم هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص عليه. يقول مثلا أبو بكر يقول أنا رأيت رؤيا فيقصها عليه ويعبرها له النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عمر أنا رأيت رؤيا. يقول عبد الله بن عمر وكنت غلاما أبيت في المسجد أنام في المسجد وكنت أتمنى أن أرى رؤيا لأحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فنمت ليلة من الليالي، هذا عبد الله بن عمر، قال فرأيت كأن ملكين قد أتيان فقال لي من انطلق معنا فانطلقت معهما، قال فأتينا على النار، قال وإذا هي كالبئر المطوية يعني المبنية من داخل بحجارة وإذا لها قرناء وإذا فيها أقوام عرفتهم، فأخذت وأقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. قال فمر بنا ملك ثالث قال لن ترع إنك لست من أهلها. لما صلى الفجر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأل، أراد أن يسأله لكن النبي صلى الله عليه وسلم زحم بالناس فلم يستطع أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى أخته حفصة قال يا حفصة أنا رأيت كذا وكذا في المنام، فعل الرؤيا تستحق أن يسأل عنه. قالت حفصة إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام سأخبره. رجع النبي عليه الصلاة والسلام آخر الليل كان متعبا، فلما رجع عليه الصلاة والسلام قالت له حفصة يا رسول الله قد كان هاهنا عبد الله بن عمر. قال وماذا يريد؟ قالت يا رسول الله ذكر أنه رأى رؤيا وذكرت رؤيا. فقال عليه الصلاة والسلام كلمة غيرت حياة عبد الله بن عمر إلى أن مات. كلمة قال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل وانتهى. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فما ترك عبد الله بن عمر صلاة الليل إلى أن مات. لما سمع الحديث ما ترك بعدها صلاة الوتر أبدا إلى أن مات. إذا يا جماعة الصحابة من شدة محبتهم واتباعهم وقيامهم بحقوقه عليه الصلاة والسلام كانوا يسمعون الحديث للتطبيق. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما كما عند البخاري. يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. الدباء هو القرع القرع. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام يتتبع الدباء يأكل هذه ويأكل هذه.
يقول أنس فوالله ما زلت بعدها أحب الدب بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. يعني الصحابة يا جماعة لم يكتفوا بمحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما زادوا على ذلك أن يحبوا حتى الطعام الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، شدة محبته له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر باتباع سنته ويعنف على من يتكبر عن ذلك. بعض الناس ربما أحيانا تجد أنه جالس على طعام ثم يشرب الماء بشماله فتقول له أنت يا فلان كل باليمين جزاك الله خير، فيقول مو مشغل. كيف مو مشغل؟ إلا شغل، ألست أنا مأمور إني أمر بالمعروف أنا عن المنكر؟ أو تقول له مثلا لماذا لا ترفع ثوبك فوق الكعبين؟ ولا لماذا ما تعفي لحيتك ولو تحطك لحية صغيرة لكن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيقول لك أنا أدرى ولا ما هو شغلي، تكبرا عن اتباعه. النبي عليه الصلاة والسلام جلس يوما على طعام وجلس رجل معه وجعل هذا الطعام وجعل هذا الرجل يتكى على يده اليمنى ويأكل بيده اليسرى، وكان رجلا متكبرا تكبر وشايف نفسه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري، قال له عليه الصلاة والسلام كل بيمينك كل بيمينك. فالرجل يعني تكبر أنه يكف يده اليسرى ويأكل باليمنى ويغير جلسته، فقال متكبرا لا أستطيع، مثل ما يقول بعض الناس اليوم ما لي نفس، يقول كل بيمينك لا تأكل باليسرى، قال لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، لا استطعت يعني جعلك ما تستطيع، تقول ما أقدر جعل الله يجعلك ما أقدر، قال لا استطعت. يقول راوي الحديث فوالله ما رفعها بعد الى فيه، شلت يده اليمنى مع كبر حديثها، ما هو يقول انا ما اقدر اكل باليمنى، جعلك ما تقدر، فشلت يده اليمنى صار خلاص عاد ياكل الا بيد اخرى. وكان عليه الصلاه والسلام يعنف على من يفعل، على من يخالف السنه متعمدا قاصدا، بل ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا كذلك. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول صلينا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم، والحديث البخاري ايضا، فقال النبي عليه الصلاه والسلام، وكان المسجد له ابواب، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له ابواب، فقال النبي عليه الصلاه والسلام يوما لو جعلنا هذا الباب للنساء، يعني لو يصلي معهم في مسجد النساء فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا يا رجال من هذا الباب خذوا للنساء، قال لو جعلنا هذا الباب للنساء، فصار الصحابه ما يقطعون مع باب النساء مع الابواب الاخرى. ثم في عهد عمر وسع المسجد وصار النساء لهن باب خاص في الخلف وصار هذا الباب خلاص من ابواب المسجد. يقول فكان ابن عمر يمر بهذا الباب ولا يخرج منه، يخرج مع الباب البعيد، يقول له لماذا؟ يقول قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو جعلنا هذا الباب للنساء، قالوا نعم لكن الان خلاص. هو قالها في ذلك الحين لما كان المسجد صغيرا وكانت النساء تصلي في اخره، الان خلاص النساء لهن مصلى في الخلف وباب خاص، هذا الباب صار مثل بقيه الابواب. فكان ابن عمر يقول لا والله لا اخرج منه وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو جعلناه للنساء. وكان ابن عمر اذا سافر مع الصحابه من مكه الى المدينه يسال الصحابه يقول لهم اين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بناقته الناقه؟ فيقول كان يمشي من هذا الطريق فياتي بناقته ويميل بها على نفس الطريق ويميل بها يمنة ويسرى ويقول لعل خفا يقع على خف، يمكن خف ناقة يقع على خف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يا جماعة حقيقة المحبة التي تؤدي إلى الاتباع. عبد الله بن عمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاة أبي بكر وبعد وفاة عمر كان لا يسمع حديثا إلا يعمل به. يا جماعة إذا نحن نحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ونعرف قيمته الأصل أن نتبعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. عبد الله بن عمر كان يمشي مرة في طريق متوجها إلى المدينة وكان على ناقة وكان معه حمار يتروح عليه، يعني معه حمار وضع عليه متاعه وهو على ناقته ومعه أصحابه. في أثناء الطريق رأوا رجلا أعرابيا يرعى غنمه، هذا الأعرابي فقير وفي البر، ورأى ابن عمر ورأى قبهته ورأى لباسه الحسن، فأقبل هذا الأعرابي
إلى عبد الله بن عمر يتعرض له يسلم عليه وكذا، كأنه يقول له يعني عطني عطني يعني صدقة. فعبد الله بن عمر أعطاه شيئا من المال. ثم عبد الله بن عمر سأل الأعرابي قال له يا رجل من أين أنت؟ قال أنا من أهل هذه الدار. فقال ابن عمر ما اسمك؟ قال أنا فلان ابن فلان، أعطاه اسمه كاملا. قال عبد الله بن عمر أبوك فلان؟ قال نعم. قال الذي كان يأتي عند عمر بن الخطاب في المدينة وكان صديقا له؟ قال نعم. والأعرابي ما يدري أن هذا عبد الله بن عمر، يظن واحد يعني من هؤلاء الناس. فقال عبد الله بن عمر حي هلا ومرحبا. ثم نزل عبد الله بن عمر من على بعيره، اناخ البعير ونزل. ثم خلع عبد الله بن عمر رداءه واعطاه الاعرابي هديه. ثم نزع ابن عمر عمامته واعطاه الاعرابي هديه. ثم قال ابن عمر انزلوا المتاع من فوق الحمار، فانزلوا. قال خذ الحمار هديه. فتعجب الناس، قالوا لعبد الله بن عمر قالوا له يا عبد الله بن عمر ان هؤلاء الاعراب يرضون بما هو اقل من ذلك، يرضون لو اعطيته 10 دراهم رضي، تعطيه دابتك وتعطيه المشلح اللي عليك وتعطيه عمامتك. فقال ابن عمر ان ابي قد حدثني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، شو الاتباع للاحاديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من ابر البر صله الرجل اهل ود ابيه. من اشد البر بالوالدين ان يصل الرجل اهل ود ابيه. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام معناه اني اتبعه. وكان الصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم كانوا معظمين لحديث النبي عليه الصلاه والسلام، معظمين للنصوص الشرعيه. يا جماعه الصحابه ما كان اذا قيل لهم قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا ما كانوا يقولون يعني واجب ولا سنه، ما كانوا يسالون هذا السؤال. وإذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء، ما كان الصحابة يقولون يا رسول الله يعني واجب واجب؟ ولا هو سنة ينبغي أن يسويه ولا ما يسويه؟ كلا، بل كان الصحابة كما قال الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كان الذين من بعدهم أيضا معظمين بذلك. هارون الرشيد جلس مرة عنده ابو معاويه الضرير. اجلس يا ولدي اللي توسع الفروج، اجلس الله يرحم والديك، اجلس يا ولدي. فجلس ابو معاويه الضرير عند هارون الرشيد يحدثه. فقال ابو معاويه رجل كبير وحافظ احاديث وقاعد يحدث على الملك، يحدث على الخليفه، على هارون الرشيد. فكان كلما ذكر حديثا يعني يقول ابو معاويه الضرير حدثنا فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. فكان هارون الرشيد يقول صدق سيدي ومولاي صلى الله عليه وسلم، وهو يستمع من تعظيمه وتبجيله. فكان عند هارون الرشيد قوم يسمعون معه، من بينهم عمه. فقال ابو معاويه الضرير ساق حديثا في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى لآدم يا آدم أنت أبو البشر أخرجتنا من الجنة بدمك. فقال آدم يا موسى أنت كلمك الله وأنزل وكتب لك التوراة بيده تلومني على دمك، قضاه الله علي قبل أن يخلقني بكذا وكذا. ساق لي هذا الحديث. فقال عم هارون الرشيد سبحان الله آدم وموسى أين التقيا؟ كأنه مستخف في قروش. تقول موسى قال لآدم وآدم قال لموسى ما يشافوا بعض. يقول فغضب هارون الرشيد قال تخدع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاه والسلام يحدث تخدع في حديث رسول الله؟ قال ثم هم به. قالوا فاخذوا العهد وامر به فسجن. قال وكاد ان يضرب عنقه. ليش تعثروا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف هذا التعظيم يا جماعه للسنه، التعظيم لاحاديث رسول الله عليه الصلاه والسلام، يعرفون قيمته. لذلك الله جل وعلا قال ولما ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وتعزروه وتوقروه، تعرفوا حجمه حقه عليكم. قال فلا زالوا يشفعون عند هارون الرشيد ليعفو عنه، يشفعون تكفى سامحك تكفى. قال حتى عفى عنه بعد زمن لما اقسم انه ما كان يقصد الاستهزاء لكن كان يقصد
الاستفهام والسؤال، يقول انا ماني فاهم وين وجدوا بعض؟ قال والله لا اقصد الاستهزاء. الامام مالك بن انس امام دار الهجره في عصره، رجل العالم المحدث صاحب كتاب الموطا، يقولون كان اذا سئل او اذا ساق احاديث النبي عليه الصلاه والسلام ادهن وتطيب وبدا يسوق احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فسئل عن حديث وهم على فراش الموت، مالك بن انس سئل عن حديث لرسول الله عليه الصلاه والسلام وهو على فراش الموت، فقال اقعدوني جلسوني. قالوا انما انت في الموت، انت واضح انك مليت مرض موت. قال اجلسوني. قالوا ما تستطيع تجلس انت، انت لازم تضطجع انت مريض. قال اجلسوني والله لا احدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مضطجع، اجلسوني. قالوا فاجلسوه. قال اعطوني طيبا وطيبوه، ثم ساق لهم الحديث الذي يريدون، ثم اضطجع مره اخرى. هؤلاء الذين يعظمون حديثه تجد ان الواحد منهم اذا اكل اكل مثل ما كان ياكل النبي صلى الله عليه وسلم، اذا شرب شرب كما كان يشرب النبي صلى الله عليه وسلم، اذا مشى ذكرت كمشيته بمشيه رسول الله عليه الصلاه والسلام، اذا خطب خطب كما كان يخطب سيدي رسول الله عليه الصلاه والسلام. ما كان الواحد منهم يعرف سنه الا ويتبعها. لذلك حقيقه محبتنا يا جماعه نحن لسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام الذي نرجو شفاعته يوم القيامه، والذي احبنا واشتاق الينا، حقيقه محبتنا له اتباع سنته. اذا تريد ان تكون محبا له عليه الصلاه والسلام امشي كما كان يمشي، كل كما كان ياكل، كان ياكل بيمينه، كان لا ياكل متكيا، كان ياكل بعض الطعام بثلاثه اصابع بعض انواع الطعام. وكان عليه الصلاه والسلام اذا انت تحبه اجعل وجهك مثل وجهه. كان يحب شانبه ويعفي لحيته، افعل مثله. اجعل لباسك مثل لباسه. كانت كل ثياب النبي صلى الله عليه وسلم فوق الكعبين. ما كان يلبس والله ولا ثوب يجر فيه ازار عليه الصلاه والسلام. كان صلى الله عليه وسلم يعتني بمظهره. كان يعرف بريح الطيب اذا اقبل على الصحابه شموا رائحه الطيب. عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل اليهم. وكان يقول انس رضي الله تعالى عنه: والله ما مسست حريرا ولا ديباجا الين ولا اطيب من كف رسول الله عليه الصلاه والسلام. كان يصافح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله اني امس الديباج والحرير، فوالله ان كف رسول الله عليه الصلاه والسلام الين من الحرير. ويقول: كنت اذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم شممت يدي والله كانما يده اخرجت من جبهه عقار. يعني مثل الاناء الذي يخلط فيه العقار انواع العطورات، يقول كانما النبي صلى الله عليه وسلم ادخل يده في هذا العطر ثم اخرجها وسلم عليه من طيب رائحه عليه الصلاه والسلام. يقول كانما اخرجت يده من جبهه عقار. إذا أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم اجعل نفسك كذلك، حافظ على سنته. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ آية الكرسي، وكان لا ينام حتى يجمع كفيه ثم ينفث فيهما، يعني ينفث ريقا يسيرا، ثم يقرأ قل الله أحد والفلق والناس، ويمسح وجهه وما أقبل من جسده، ثم يجمعهما مرة أخرى وينفث ويقرأ قل الله أحد والفلق والناس ويمسح، ثم يجمعهم مرة ثالثة وينفث ويقرأ قل الله أحد والفلق والناس ويمسح. وكان حريصا عليها، افعل مثله. حتى انه صلى الله عليه وسلم لما اشتد به مرض الموت واخذت الحمى تأكل جسده، حتى قال حذيفة: دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليه لحافان، فشعرت بحر جسده من وراء لحافين، قلت يا رسول الله انك توعك وعكا شديدا. قال: اني اوعك كما يوعك الرجلان منكم، ذلك ان لي اجرين. فلما مرض عليه الصلاه والسلام مرض الموت، شوف حرصه على السنه. لما مرض مرض الموت اراد عليه الصلاه والسلام ان يرفع يده لينفث ويمسح فلم يستطع. كل ما اراد يرفع يده ما قوى يرفعها. فلم يفوت.
طلب من عائشة أن تفعل له ذلك. فأقبلت أمنا الطاهرة عائشة رضي الله عنها وأمسكت بيديه الشريفتين صلوات ربي وسلامه عليه وجعلت هي تقرأ وتنفذ فيهما وتمسح جسده المبارك صلى الله عليه وسلم. هذا يا جماعة الذي يريد فعلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، برهان اتباعك له عليه الصلاة والسلام هو أن تتبع سنته. جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه زمانا يحدثهم وجاء من بعدهم يتبعون. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وضعت في كتاب المسند 30,000 حديث، يقول: والله ما كتبت حديثا حتى عملت به ولو مرة واحدة. يعني قبل ما أكتب حديث قبل صلاة الضحى صليت الضحى، قبل ما أكتب حديث، يقول: حتى إني كتبت حديثا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارين، والحجام في عصر الإمام أحمد ما يأخذ إلا ربع دينار، تعطيه دينارين. يقول: فلما كتبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام دينارين احتجمت وعطيت الحجام دينارين. فجعل الحجام ينظر إليه ويقول: متأكد إني أخذ دينارين؟ قلت: نعم، قد كتبت حديثا في ذلك. شوف يا جماعة، هذا شدة محبة عليه الصلاة والسلام، من محبتنا له عليه الصلاة والسلام دفاعنا عنه ودعوة الناس إلى الدين الذي جاء به. فهو قد بعد عليه الصلاة والسلام إلى الناس عامة، وكان الصحابة من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يحرصون على أن يدعو الناس إلى هذا الدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إلى أن فعلا محب لرسول الله عليه الصلاة والسلام اعمل بسنته وانشرها وادعو الناس إلى أن يتبعوا صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في جنة. أسأل الله تعالى أن يجمعنا بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في جنة. وأسأل الله أن يريدنا حوضه وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة تبارك وبعدها أبدا. أسأل الله أن يجعلنا من أتباع سنته وممن يهتدون بهديه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاه، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له بسناته وجاوب عن سيئاته واجمعنا به بجنتك بهذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وذرياتنا وزوجاتنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من عز فارتفع وذيق كل شيء مهما خضع، يا من تكشف كل بلوى وتصنع كل نجوى وشكوى يا رب العالمين. نسألك ربنا ألا تجعلنا ولمن أحبابنا مريضة إلا شفيها، ولا عقيمة إلا ذرية صالحة رزقتها، ولا تدعم بيننا ولمن أحبابنا من يبحث عن وظيفة أو مصدر رزق إلا يسرد له ذلك، وأعنت عليه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. كاميرا يا شباب، الذين سبقونا بالإيمان ونجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا وقال إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. والأذان أيها الإخوة والأخوات، دخل وقت الأذان، سوف يؤذن ويقيم الصلاة، فمن كان منكم يريد أن يصلي يعني في هذا المسجد فليصلي، ومن أراد يصلي في مسجد آخر فله ذلك. وصلى الله على نبينا